بدا دورو على واحد المبلغ مالي، واحد المبلغ مالي ديال مليار و600 مليون، مليار و600 مليون، باغي يدوزو ليها بواحد الطريقه، باغي يديرو صفقه لواحد الشركه تابعه لبرلماني بمدينه القنيطره ومعاه صاحب ديالو هنا في تيزنيت، يريدون على حسب ما يروج، حسب ما يروج بان الشركه من ملكية أحد البرلمانيين بالقنيطرة بمشاركة زميل له هنا في تيزنيت على أي المبلغ المرصود لصفقة مليار و600 مليون. السيد الرئيس يقول هناك مراحل التأهيل من أجل الإغلاق. ما معنى التأهيل؟ استفاض في الشرح وقال بأنه سيتم تعبيد الطريق بعد ذلك تعلية السور ديال المطرح. من بعد هناك خلق منطقة خضراء حول المطرح، ولكن السيد نائب جل الرئيس خرج في تصريح مضاد وقال بأن التأهيل فقط وليس هناك إغلاق.